هناك السيد طارق الماضي الكاتب الاقتصادي، مرحبا بك أستاذ طارق. أهلا بك. يعني واضح أنه في بعض الشركات تتحول، النتائج بدأت تظهر تباعا وتحول من الخسائر إلى الأرباح، ونتحدث أيضا عن سوق محلية. يعني إن كنت استمعت للسيد العقيلي قال نحاول أن نستغني عن استيراد بعض المواد ونحاول أن نصنعها محليا. خلينا نتكلم عن منظومة الصناعات، يعني باعتبار أنه ضربات قاسية جاءت للكثير من يدخل في مواد التي تنتج أو تدخل في تصنيع السيارات تحديدا، حتى بالنسبة للتصنيع الثقيل تلقى الكثير من الضربات الثقيلة. هل نتحدث حاليا في تغيير باستراتيجية الكثير من الشركات التي تتعامل مع سوق التصدير، تحاول أن تلملم أوضاعها وتحاول أن تعتمد أكثر على مواد محلية ومن ثم تنتجها بشكل أكثر تعقيد وتصدرها؟ هناك قاعدة عامة، كل ما كانت الشركة تعتمد على خدمة معينة أو سلعة معينة أو نشاط معين ليعطيها جزء كبير من أرباحها سوف تكون معرضة للمخاطر، المخاطر التغيرات الاقتصادية أكثر من الشركات غيرها. لو ذهبنا وأردنا أن نعطي مثال بسيط، اذهبي إلى القطاع المصرفي لدينا، سوف تجدين أن هناك بنكين، لن أذكر الأسماء، هذه البنكين يعتمدون على شريحة معينة محدودة من كبار العملاء أو خدمة معينة مثل خدمة التداول، بمعنى بدلات التداول التي يأخذونها من المتداولين. عندما تتأثر هذه الأجزاء يتأثر البنك بشكل قوي جدا. أما المصارف التي تعتمد على منتجات مالية كثيرة ومتعددة لتصب في النهاية وتعطي الأرباح الكلية، إذا تأثر منها جزء سوف تقوم باقي الأجزاء بسد الفراغ، وتكون هناك مجال لإدارة أي مواجهة أزمة كما اللي حصل في عام 2009. هذا الكلام ينطبق على الشركات الصناعية تحديدا التي مرتبطة منتجاتها للتصدير للخارج أو استيراد مواد خام من الخارج. نعم، طيب إن كان التركيز يعني كما ذكرت ربما على نوعية أو شريحة عملاء معينة وشريحة ربما أعمال معينة، برأيك يعني طارق إلى حد ما هل التركيز يكون على تعظيم الأرباح؟ يعني لا يريدون أن يوجعوا رأسهم، يعني ربما ويشتتوا الأفكار أو حتى يشتتوا الخدمات على شرائح كبيرة. يعني ألم يكن مجديا في الفترات السابقة، وأحيانا يعني مثل أي دورة اقتصادية تجتاح مثل هذه الأمور دورات، يعني قد يتعرض لربح قد يتعرض لخسارة، لكن برأيك أليس دائما في الدورات الاقتصادية هناك نوعية من الأعمال تحاول أن تركز فقط على هذه الشرائح مثل الألبسة الفاخرة، مثل حتى الساعات الفاخرة، هناك شريحة معينة ستبقى موجودة، قالوا نحن لن نغير من طبيعة عملائنا، يعني رغم أنه نتأثروا بشكل كبير لكن تلاحظ حول العالم بالعكس يزيدون الجرعة. هو التوسع في الخدمات أو التوسع في المنتجات التي تقدمها الشركة كما أشرتي يكون منه وجع راس كثير، بمعنى أن عملية إدارة هذه المنتجات وعملية تسويق هذه المنتجات وعملية ضمانها بالتأكيد لن تكون كمحاولة السيطرة أو التوزيع أو التعامل مع منتج واحد، ولكن على الجانب الآخر أيضا فهي تعطي نسبة أمان، بمعنى أنك لا يكون، لو أخذناها بالجانب العكسي، عندما يكون لدي 100,000 ريال وأرغب في الاستثمار أو المضاربة في سوق الأسهم، أول نصيحة سوف تقال لي لا تضع كل بيضك في سلة واحدة، بمعنى أنه يجب أن يتم توزيعها على شركات آمنة، شركات متوسطة الخطر، شركات خطرة جدا وقد تعطي عوائد أكبر. ولكن كما لاحظت التوزيع، نفس هذا التوزيع ينطبق عندما نقوم بشركة تقوم بإنتاج منتج واحد أو منتج واحد تعتمد عليه بشكل قوي. دعيني أضرب لك مثال، بعض البنوك لدينا وهو تحديدا بنك واحد في عام 2006 كان يعتمد بنسبة 85 إلى 80% من الأرباح التي يحققها اعتمادا على عمولة التداول وعلى تسهيلات الائتمانية التي تقدم للمضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم. عندما انهار سوق الأسهم، انخفضت العمولات، انعدمت عملية إعطاء التمويل الائتماني، تأثر هذا البنك أكثر من غيره، في حين أنك تجدين بنوك أخرى لديها قاعدة عملاء يعني كبيرة جدا، إذا انسحب منهم 500,000 لا يؤثر. أما البنك الآخر عندما ينسحب منه فقط 50 عميل يكونون كافين لأن يهزوا
البنك خلال تلك السنة التي انسحبوا منها، هذا ما حدث في 2006 و2007 و2008 تحديدا. نفس المبدأ ينطبق على الشركات، أي شركات تعتمد على منتج واحد أو خدمة واحدة لإعطاء نسبة أرباح، نسبة تصل إلى ما بين أكثر من 50% من أرباحها، هم معرضين أكثر من غيرهم لتأثيرات الأزمات الاقتصادية. لكي تتأكدي من ذلك عليك فقط مراجعة الشركات التي حققت خسائر في عام 2009، سوف تجدينها الذي ينطبق عليها هذه القاعدة تماما. التركيز المركزية أكثر أو التخصصية أكثر. سوف نضطر للذهاب لفاصل قصير، طارق ستبقى معنا ونغلق جلسة التداولات لليوم، ابقوا معنا مشاهدينا.